اسئله كده خفيفه ما بين سينمائيه وغير سينمائيه. نبتدي بايه؟ نبتدي بانهي تحبي؟ سينمائيه وغير طب نبتدي بقى بالتخصص. بالتخصص اسئله السينما. ماشي، بس هي سينما وذاكره في نفس الوقت. انت ذاكرتك والله لو الزهايمر شغال. طب احنا حظنا هنشوف. ايه هو اول فيلم، ما اسم اول فيلم ظهرت فيه الفنانه الكبيره مها صبري؟ اشتغل. ها ما بتغششوش. طب استنى، هو كان اعتقد البنات حاجه، احلام البنات. احلام البنات مظبوط. حلوة، شغال شغال جميل. في اي فيلم تغنى العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ الاغنيه الجميله بتاعته حلو وكذاب؟ هو غناها لفاتن حمامه صح؟ انا ماليش ان انا اغششك، انا مش هقول لك اي حاجه. لفاتن حمامه، لو فاتن حبيبة قلبي. ايوه صح، موعد غرام. موعد غرام صح. محطة بقعة كريمة. طب ايه اسم اخر فيلم قدمته فاتن حمامة بالمناسبة؟ لا بقى ده المخرج بتاعي خيري بشارة. اسم أرض الفيلم؟ أحلام. أرض الأحلام. اللي فات ده كان سينمائيا. الغير السينمائي بقى، ما هي أصل كلمة بنك؟ بنك. الله، انا ماليش خالص في الفلوس. هقول لك حاجه ما بحبهاش اصلا. يعني اصل انا لو قلت لك معنى كلمه بنك ماما هتقول لا دي مش بنتي. لا ما تسالنيش في ده خالص. السؤال بيضحكك للدرجه دي فعلا؟ جدا، ما بحبهاش. اليوم اللي معايا فيه فلوس في البيت ما بنامش. ايوه بس احنا مش بنتكلم على معاكي كام في البيت، احنا بنسال على اصل الكلمه. الوضع مختلف هنا. ما بحبش سيره الفلوس ولا اي حاجه تخصها. طيب بس احنا ما خدناش كده اجابه على السؤال. والله العظيم مش مصدقه ليه. طب ما هو اصل كلمه بنك ما فيهوش فلوس بين قوسين؟ هو في بنك ما فيهوش فلوس؟ هنفترض جدلا. لا مش عارفه. طيب هي اصلها المنطوق يعني بانكو. وهي كلمة بانكو. بانكو. وهي كلمة كلمة؟ حلوة حلوة، ماشي ماشي الحال. هي حصلت كلمة؟ ماشي ماشي. وهي كلمة لاتينية بتعني طاولة مستديرة أو ترابيزة مدورة يعني. تمام؟ ماشي. حتى دي مش ده في بيتنا السفرة مدورة مش قاعدة عليها.